أكد نواب مجلس الشيوخ أن التغيير الحكومي الجديد سيشهد تغييرات واضحة وسيشهد اختيار كوادر ذوي خبرة عالية تناسب المرحلة الحالية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة. وأشار نواب مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات غير مسبوقة، والمصريون يأملون خيرا الفترة المقبلة. الحكومة الجديدة جاية في ظروف المقدرات تمر بها البلاد، ظروف صعبة جدا اقتصادية وسياسية والاستثمار. طبعا احنا يهمنا في المقام الأول طبعا ان الوزارة تتفاعل مع الشارع المصري ومع المواطن المصري، ضبط الأسعار، السوق، لازم تكون قراراتها كلها مقدرتها من مخرجات الحوار الوطني. الحكومة الحقيقة عندها تحديات كبيرة جدا، سواء على الجانب الاقتصادي أو ما يخص بشكل عام الملف الاقتصادي والاستثمار لابد ان احنا نبتدي ننظر في الوقت الحالي للأولويات. وانا شايفة ان الأولوية النهاردة ازاي نقدر نستغل الموارد، وازاي نقدر نتغلب على التحديات بالاستثمار، ازاي نقدر نوحد جهود الوزارات في ان احنا في النهاية نصل بالدولة والمواطن المصري لبر الأمان ونقدر نتغلب على الأزمات. السيد الرئيس قال في التعديل الجديد هيضم وزارات ويعدل وزارات وهيجيب وزراء جديدة عشان يحققوا التنمية الشاملة ويحققوا مطالب المصريين. أهم مطلب للوزارة اللي هي الجديدة إن شاء الله اللي هتحلف اليمين استكمال ما تم إنجازه من الوزارات السبعة، وإن احنا بالنسبة لنا نهتم بقطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة، لأنهم دول قاطرة التنمية الحقيقية في مصر. يهمني طبعا ان الوزارة تشتغل كلها، طبعا الوزارة معروف انها السلطة التنفيذية طبعا، ونشوف نراجع معاهم ان شاء الله القوانين، واذا كان في اي قوانين معوقة النهاردة للاستثمار او للانطلاق نحاول ان احنا نذللها الفترة القادمة. بالتأكيد لدى الشعب المصري كثير جدا من الطموحات، يمكن ابرز الملفات اللي تشغل الشارع المصري متعلقة بالاقتصاد وضبط الاسعار، اللي بنتكلم ازاي ان احنا محتاجين متخصصين وخبراء في كافة المجالات ويكونوا قادرين على توظيف العلم والتكنولوجيا، محتاجين ان احنا يكون عندنا رؤية متعلقة بتمكين الشباب بشكل واضح ودعمه وتأهيله بشكل مناسب علشان يكون قادر على تحمل المسؤولية.